كيف يتم تحويل الصور إلى صوت لتكشف عن رسائل مخفية في أصداء شومان؟ ما أهمية سماع عبارة نحن هنا عند تشغيل إشارة شومان بسرعة متزايدة؟ ما العلاقة بين ظهور دوائر المحاصيل في ويلتشير والأحداث الجارية المحيطة بصدى شومان؟ كيف يقوم العلماء والخبراء من مختلف المجالات بتحليل الاضطرابات في صدى شومان وتقييم الادعاءات التي قدمها المتصلون والوسطاء؟ ما هي الاستجابة العالمية الحالية ومستوى الإلحاح بين الحكومات والمنظمات في ضوء هذه الأحداث غير العادية؟ كل هذا والمزيد سوف نعرفه بعد الفاصل. وصل الضجيج العالمي المحيط بأصداء شومان إلى ذروته، حيث لا تزال الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا معطلة منذ 17 يونيو. في البداية يبدو مثل هذا السيناريو لا يمكن تصوره، ومع ذلك فإن الأفراد الذين اتصلوا بالموضوع يدعون أن هذا أكثر من مجرد صور، إنه مظهر من مظاهر خطة إلهية ملائكية تلقاها الوسطاء منذ فترة طويلة. في محاولة للتعمق في هذه الظاهرة تم اتباع نهج بديل باستخدام البرمجيات لتحويل الصور إلى صوت. كانت النتائج غير عادية. عندما تترجم إشارة شومان نفسها إلى صوت، فإنها تكشف عن شيء رائع. أثار الفيديو الأصلي الذي تمت مشاركته على تيك توك موجة من التعليقات. أفاد العديد من الأشخاص أنه مع زيادة سرعة التشغيل يسمعون بوضوح عبارة نحن هنا. ومن المثير للاهتمام أن هؤلاء الأفراد لم يكونوا أول من قام بهذا الاكتشاف، لكنهم شعروا بضرورة مشاركة النتائج التي توصلوا إليها. إذا كانت كل هذه الأحداث جزءاً من فيلم خيال علمي، فيمكن للمرء أن يتنبأ بأن الكائنات الغير بشرية قد أبلغت عن نيتها للسيطرة على حديقة الحيوانات، هذه حتى حدوث تغيير في إدارة الكواكب. ومع ذلك، فإن الحقيقة المذهلة هي أن هذا يتكشف في الواقع، مما يدفعنا إلى التكهن بأن الفضائيين قد وصلوا بالفعل إلى متنزه بلانيت إيرث الترفيهي، وهم بالتأكيد ليسوا سائحين عاديين. مع انتشار أخبار هذه الأحداث غير العادية، يتدافع العلماء والخبراء من مختلف المجالات لفهم الآثار المترتبة عليها. إنهم يحللون الاضطرابات في رنين شومان ويتحققون من صحة الادعاءات التي قدمها المتصلون والوسطاء. تعقد الحكومات والمنظمات في بعض البلدان اجتماعات طارئة لتقييم الوضع وتحديد أفضل مسار للعمل. وسط تزايد التكهنات والإثارة، يظل المتشككون حذرين ويتشككون في صحة هذه الادعاءات ويحثون على التدقيق العلمي. يجادلون بأنه في حين أن الصدف والظواهر مثيرة للاهتمام، يجب إجراء تحقيق صارم لفصل الحقيقة عن الخيال. تنتظر الكثير من الأوساط في العالم بفارغ الصبر، حيث يسعى الباحثون والمتحمسون والمتشككون على حد سواء لكشف الألغاز وراء ملحمة الرنين المستمرة لشومان. هل بحثت في الأمر بعد مشاهدة هذا الفيديو؟ ما رأيك في الموضوع؟ هل الأمر قابل للتصديق؟ أو قابل للحدوث حقاً؟